لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. قالت وزيرة ليبيا بعد لقاء بوزير إسرائيلي. قالت مصادر بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبابية أقال نجياء المنقوش من منصبها كوزيرة الخارجية بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي الكوهين في روما. وتأتي هذه الإقالة بعد أن قدمت دبابية على إيقاف المنقوش عن عمل احتياطيا وحالتها للتحقيق، في حين دعت رئاسة مجلس نواب الأعضاء إلى جلسة طارئة تعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي لمناقشة مواصفاته بالجريمة المرتكبة بحق الشعب الليبي وثوابته الوطنية من خلال لقاء المنقوش بين الوزراء الإسرائيلي. وفي وقت سابق من صباح اليوم قالت وسائل إعلام محلية ليبية أن المنقوش غادرت البلاد متجهة إلى تركيا مؤكدة وصول طائرتها إلى مطار اسطنبول الدولي. وقد دعت لجنة الشؤون الخارجية مجلس نواب الليبي لتوقيع أشد العقوبات على المنقوش على خلفية اللقاء في مشارة العاصمة طرابلس فجر يوم الاثنين تظاهر أمام مقر وزارة الخارجية احتجاجا على اللقاء.